الحقيقة إن إدارة الأزمات، إدارة الصراعات الكبرى بيكون أمر معقد جدا إبداء الرأي فيها، فما بالك باتخاذ القرار فيها. وإلا كان صلاح الدين مثلا الأيوبي راح قاسح على فلسطين أول ما تولى حكم مصر، أو أول ما انقلب صلاح الدين الأيوبي، ده بطلنا الإسلامي، يعني بطل تاريخي بالنسبة لنا، كلنا بنحبه، كلنا فخورين بيه. أول ما انقلب على ابن سيده نور الدين محمود صاحب الفضل عليه وضم مصر للشام، مش تاني يوم عمل معركة حطين. حتى انت تقرا الخطابات والرسائل اللي بينه وبين ملك بيت المقدس بلدوين قبل الحرب، يا عم مش عايزين نحارب، طب حللنا الازمه بتاعت حاكم الكرك اللي هو كان متطرف كده زي بن غفير وسموتريتش، طب ما ينفعش يعني ليه؟ لان قرار الحرب ده بيقوم على حسابات قوه دقيقه، حسابات دقيقة جدا، مش للأسف زي ما علمتنا أحداث يناير إن أي حد الهرمونات تتحرك عنده ويروح ناتع البوست الجامد على الفيسبوك أو ينزل يهتف هتافات الحقيقة تسيء لبلد مستوى الثقافة والوعي فيها. يعني ما أنت تتكلم في السياسة يا ريت والله، بس تتكلم في، يعني أنا برضو مش فاهم إيه علاقة الشتيمة بالسياسة، من امتى دخلت الالفاظ المنحطه في السياسه؟ السياسه امر خطير، ما ينفعش فيه الالفاظ المنحطه وظاهره ثوره يناير اللي في الاخر طلعت ادمان ومخدرات وحاجات زي كده، يعني بـ 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 بالرمز بتاعها، يعني الله يعافي الجميع. امبارح طلعت وثائق عن ان تنظيم الاخوان اكبر عمليه تجنيد جواسيس في التاريخ. تواصل معايا احد الشخصيات بدون يعني ما افصح عن اسمه، كان اخواني لمدة 30 سنة في التنظيم وربنا تاب عليه من 2011. فقال لي احنا مثلا في اجتماع لحزب الوفد، فالاخوان يبعتوا اتنين ما يعرفوش بعض، يعني اتنين اخوان بس ما يعرفوش بعض، هما في كل شعبة وكل شارع وكل، عشان يرصدوا كل تفاصيل هذا الاجتماع وعدد الكراسي كام وكم واحد كان موجود وكم واحد حضر ومين قال ايه. تمام، قد يقول قائل ده في ظل التنافس الحزبي كويس عادي مقبول مفهوم يعني، لكن الخطورة بقى في وفقا للوثيقة، ولسه هنزل وثائق تانية، ان كل المعلومات دي بتصب للتنظيم الدولي في بريطانيا، فيبقى البريطانيين عارفين ان اجتماع حزب الوفد في مصر ده المثال اللي ضربه هذه الشخصية، يعني هي شخصية عامة كمان في العمل العام، يعني ان لما ان حزب الوفد مثلا ده المثال اللي هو ضربه، حضر كم واحد في الاجتماع وكل واحد قال ايه، فكل المعلومات دي بتطلع عند اعدائنا. عشان كده الاخواني جاسوس وهو مش واخد باله، اي عضو في جماعه الاخوان هو جاسوس ومتجند للغرب لاعدائنا والاسرائيل، القيادات الكبيره هي فاهمه بتعمل ايه، لكن معظم الجسم الاخواني جاسوس ومش عارف هو بيعمل ايه. انت ما سالتش نفسك ايران اسرائيل نتنياهو وهو بياخد قرار ضرب السفاره الايرانيه وهي وفقا للقانون الدولي ضمن الاراضي الايرانيه، ان ايران ممكن ترد، ان ايران ممكن تحارب، نتنياهو يموت ويوسع الحرب اللي انا بحكلمكم عليه من اول شهر، ان نتنياهو سيسعى للهروب للامام، يموت ويوسع الحرب، فامريكا تخش وبريطانيا تخش وما تبقاش هزيمتي 7 اكتوبر تبقى مشكله عامه، يبقى الموضوع ان بابليك، انا ازاي انسي 7 اكتوبر هزيمتي وازاي انسي وكسه جيشي اللي موحول دلوقتي في غزه وفي شمال فلسطين اني اوسعها،
اني اكبرها، اني اجيب امريكا برجلها تحارب، فتبقى حرب كبيرة، حرب اقليمية، حرب عالمية توته وصيها 7 اكتوبر. اللي بيديروا السياسة في مصر فاهمين الكلام ده كويس. انا ما حققش مصلحة اسرائيل، بالعكس شريان اسرائيل مقطوع وبتنزف وانا تمام ومزاجي عنب وهي بتتصفى قدام عيني، وانا مع المقاومة ومع شعب فلسطين.